السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم معانا النهاردة في فيديو جديد، اتمنى انه يعجبكم. معايا النهاردة فرخة مشوية بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبتتبيلة في منتهى الجمال، اتمنى انها تعجبكم. وهنعملها بطريقة مختلفة شوية وان شاء الله تعجبكم، طلع في منتهى الجمال، طعمه وشكله وكل حاجة. هنعمل مع بعض ان شاء الله تتبيلة في منتهى الجمال، هتدي طعم جميل جدا للفراخ بتاعتك المشوية، وحاجات بسيطة جدا. انا معايا بصلة ومعايا طماطم ومعايا فلفل اللي موجودين قدامك دول بس، ومعايا 3 فصوص ثوم، ومجهزة الفرخة بتاعتي منضفاها كويس ومصفياها من اي سوائل، مخلياها ناشفة تقريبا. وابتدي بقى افرم البصل بتاعي والطماطم والثوم. هبتدي الاول اقطعهم وبعد كده احطهم في الكبة او في الخلاط ومعاهم شوية خل، واضربهم لغاية ما ينعموا بقدر الامكان. وابتدي اجهز التوابل بتاعتي، معايا ملح، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعايا بابريكا، ونص معلقة كاري، ونص معلقة جنزبيل، ومعايا رشة قرفة، ونص معلقة بهارات، ومعايا حبهان بودر، بس حاجة بسيطة يعني ربع معلقة، ومعايا معلقتين زيت. والخل حطيته على البصل والطماطم والفلفل والثوم، بفرمهم ناعم. وبعد كده ببتدي احط المكونات كلها على بعض، معايا دول معلقتين زيت. هبتدي بقى احط التوابل والفلفل، اقلبهم كويس التوابل مع بعض، وبعدين انزل بيهم على البصل، ومعايا الزيت حوالي معلقتين زيت، وتقلبي كله على بعضه بقى. وقلت انا حاطه معلقتين خل برضو مع البصل وهو بيتفرم ناعم. هو اسهل حاجه انك تعمليه في الكبه، هينعم معاكي وهيبقى جميل جدا. قلبيهم بقى كويس جدا مع بعض، ونبتدي نتبل بيهم الفرخة. اهم حاجة عندنا ان الفرخة بتاعتي تكون انا ايه فاصلة الجلد عن اللحم، تقدري تدخلي ايدك جوه الفرخة، لان انا هاكل اللحم ده مش هاكل الجلد. بصي مسلكة كل ده وانا بنظف، مش مخلية اي حاجة ماسكة في اي جلد ماسك في لحم الفرخة. وابتدي بقى ادخله جوه. التتبيلة دي تعمل قبلها بيوم، يعني تعمليها بالليل وتعملي الفرخة تاني يوم على الغدا. وطبعا لو عندك عزومة هتبقى حاجة في منتهى الجمال وهتشرفك جدا جدا جدا. بصي بقى احنا حتى بين الورك ازاي، شايفة لغاية فين. تبتدي بقى تدخلي كل التوابل بتاعتك بالخلطة الجميلة دي، متعرفيش قد ايه رشة القرفة بتدي طعم ممتاز، جميلة جدا جدا. بصي كله كله كل حتة، الورك طبعا كل الناس بتحبه، فما تهتمي بيه اكتر هيدي نتيجة اجمل واجمل. وهي الفرخة مبقاش فيها حاجة، كلها بتبقى في منتهى الجمال، حتى الصدر بيبقى جميل جدا جدا. بصي فاصلة ازاي الجلد عن اللحم. وهتبتدي برضو تحطي من جوه الفرخة في النص كده، في الفراغ اللي في النص ده، تبس جدا، ما تخليش اي مكان مفهوش، كله كله على قد ما تقدري. طبعا اللحم هيشرب من التتبيله الجميله دي وهيديكي نتيجه في منتهى الجمال. بصي كمان هدخل من تحت الجلد من ورا، بصي ما تخليش كله كله يشرب. هركنها بقى في التلاجه واغطيها، هي كتفناها كمان. طيب بقية التتبيلة هحطها بقى عليها من برة وهحطها تحتيها، بس كده في منتهى الجمال. الملح مش حاطين كتير، هي معلقة صغيرة كانت كفاية قوي، لو كترتي اكتر من كده هتحدق معاكي. وهحط تحتيها بقى، يبقى انا حطيت من فوقيها ومن تحتيها وما بين الجلد واللحم في منتهى الجمال.
بس كده هبتدي اغطيها كويس جدا وهي ادخلها التلاجة وبيتيها ليلة كاملة ان شاء الله. اقل حاجة ساعتين في التتبيلة، مش اقل من كده عشان تديكي النتيجة اللي احنا عايزينها. بعد كده او الليلة اللي انت سبتيها فيها هبتدي احطها، هجيب صينية فيها مية وكنزية معبيها برضو مية وابتدي احط الفرخة عليها عشان تستوي. الطريقة دي بسيطة جدا واحنا عايزين الفرخة بتاعتنا سليمة مش متقطعة ولا فاتحين ظهرها ولا مقطعينها، وعايزينها مستوية. فدي بحاجة سهلة وبسيطة جدا ممكن تعمليها. هي الميزة اللي فيها ان بيبقى جواها مية. هتدخلي الفرخة من نص كده في الكنزية وتضغطي عليها بحيث انك تخليها تثبتيها، الضغطة دي هتخليها تثبت معاكي. وده بيكون شكلها بعد ما حطيتها وضغطتها ضغطة خفيفة كده كنا مجهزينها كده. بدخلها على درجة حرارة 190 لـ200، بيكون طبعا الفرن سخن عشان نسهل من عملية التسوية ونسرعها. حجم الفرخة بقى اللي بيتحكم لنا في التسوية، يعني هي كيلو هتقعد ساعة في الفرن، كيلو ونص هتقعد ساعة ونص كده يعني. فهي بس يفضل طبعا الفراخ الصغيرة في الشوي، دي فرخة كيلو ونص قعدت ساعة ونص وما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها وتجهيزها، وبتدي نتيجة حلوة جدا ما شاء الله ما شاء الله. طلعت في منتهى الجمال ومستوية جدا، وزي ما بقولك قعدت ساعة ونص على 190 وطلعناها بمنتهى السهولة من الايه من الكنزية. وده شكلها بعد ما طلعتها، حاجة تفتح النفس، طعمها وشكلها وجميلة جدا في العزومات، بتجهزيها قبلها بيوم فبيبقى عندك ايه وقت تعملي بقية الاكل، بتطلع مستوية وحاجة تشرف. وطبعا بتحطي كذا واحدة جنب بعض في صينية كبيرة شوية، برضو حاجة كويسة وطعمها ألذ بكتير من اي نوع تاني من الفراخ. وشكرا ليكم واتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.